قصة مجاهدي خرق تسليمهم، قلت لهم لا ما نسلمهم، احنا عربان، احنا اللي يجي ضيف نبغى يبقى ضيف. فدزيت وزير الداخلية فلاح النقيب ورئيس المخابرات الشهواني كان انه يا با خلي السلاح الثقيل يسلموه ليتوقفون عن نشاطات ضد ايران، لان احنا نريد نتدخل بشأن الايراني. وبلغت رئيس الجمهورية الايراني عن طريق الخارجية انه يا با احنا سحبنا السلاح الثقيل، بس دولة الى ان تنحل قضيتهم والامم المتحدة تجد لهم مأوى، هم ضيوف على العراق ما يمارسون اي عمل. هذا هو المنطق السليم للتعامل بين الدول. هم ماكو هذا، بعض الميليشيات هم يعني يدعموها، بعض الشغلات هم يدعموها، بحيث الآن يعني أصبح التدخل الإيراني تجاوز المقبول. والتدخل الإيراني أيضا إلى أبعاد، إلى يعني أسباب، يعني سبب من أسبابه هو خوفهم ما قد يحصل بالعراق، سبب من أسبابه هو أن يكون لهم نفوذ بالعراق. فهي ترجع القصة إلى أمريكا، أنه أمريكا ما يصير تكيل بمكيالين، يعني أما توقفون التهديدات لإيران وبالتالي على إيران أن تتجاوب مع هذا وتمتنع عن التدخل في الدول العربية، أو توقفون موقف دولي أممي في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتدخل.